طبعا شو بدي احكي
عن خطيبنا الثاني لا تكن نصحة عن أحد. طبعا الخطيب الثاني كان عندنا السيد سالم العجمي المقيم له ما شاء الله الإعلامي قاسم معياش. يقول الشاعر الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغار صغارها، وتصبر في عين العظيم العظائم. ما شاء الله كلكم بتمنى تكونوا علماء مميزين في الحياة، وأنتم ومنكم نبني مدرسة مصغرة من الأسوية. الخطيب مهندس سامي النجمي طبعا اختار عنوان الخطبه طموح في مواجهه مع العادات والتقاليد. كان اختيار موفق، موضوع غير تقليدي، الموضوع التقليدي هو طموح ولكن غير التقليدي هو المواجهه مع العادات والتقاليد. قدم طبعا نفسه بشكل متسلسل وبشكل قصصي، وربط باختيارات الوالد والطموح والاسره والعقبات التي تجاوزها، وظن نفسه انه وصل القمه، ولكن طبعا يبقى اباءنا واهلنا يريدون المزيد كحافز على النجاح. اوكي. النقاط، انت وضعت اختيار الموضوع وعنوان الخطبه، وتبدون رايك في الحياه مجاهدا للحياه عقيده وجهاد حتى تصل الى الهدف الذي اردت. انت تحتاج ان تعمل على التواصل بالعين اكثر. كنت تركز على هذا الجانب، إلى هنا تقف، حاول تحدد انتباهك للجانب الآخر، لكن تصل فيه هنا. لغة التخاطب كانت واضحة وسهلة، التنوع الصوتي أبدعت، كانت نبرة الصوت ومستوى وسرعة الحديث جيدة، الإيماءات استخدمتها بفاعلية لتعزيز الخطبة، كان هناك شيء جميل أنك عملت تمرين للجمهور، وهذا طبعا يعني اظهر انك على درايه بالجمهور وتريد ان تلفت انتباهه، وقد نجحت في ذلك وقد اتيت ارتياح في الوقوف امام الجمهور. التشويق طبعا حاولت ان تثير الانتباه ببعض العبارات هنا وهناك. بشكل عام يعني هناك نقاط قوه وهي الموضوع السلاسه الحديث. نقاط يجب ان تتحدى نفسك فيها، يجب عليك استخدام الادوات الصوتيه مثل التنوع في نبره الصوت والتفاعل بفاعليه اكثر والوصول الى مستوى صوت على اكمل وجه. وفي الختام اقول: ان تعثرت فلا تقل، بل قم وانطلق صعودا نحو القمه، لا احد يمكنه ان يحطم احلامك. نشكر المقيم معك. طبعا شو اكثر شيء ممكن يأثر بالمقيم العام؟ انه هو اللي بتصيد النقاط اللي محتاج النادي للتطبيقها، ما بعرف انه هو اللي يوقع بهالشغله. فبحب ان اشكر العضو اللي نبهني انه لازم انه قبل ما يكون المقيم الاول حكى لازم يكون عارف عن الوقت، بطلب من ميقاتينا هلا يشرح الوقت للمقيمين. عند وصول الحد الادنى من الوقت هو دقيقتين، يضوي الضوء الاخضر. لما يوصل دقيقتين و 30 ثانيه الضوء الاصفر، والحد الاقصى اللي هو الدقيقه الثالثه الضوء الاخضر، وفتره سماح 30 ثانيه. ممتاز. احنا لما الدرس ماستر هو بيئه تعليميه، احنا ما رح نتعرض للضغط الا من الممارسه اللي احنا عم نمارسها. مثل ما بقولوا احنا بثاني اجتماع، بس الفكره وين؟ ان الفكره ما شاء الله اعضائنا اللي هم الجار المؤسسين معنا ما شاء الله قدموا ادوارهم على اكمل وجه، والمقيم هو اللي وقع بالجيه. لا بالعكس، حاب تراقب. اي ثينك يا كرم يا غريب، الله الله الله. Thank you.
وقال له احنا ما شاء الله بلشنا نقصر بالكوري نختم مع ثالث خطيب، لان كان اليوم ما شاء الله مخرجنا المتابل اللي اختفى اثر بطره حسين طباشا، كان المخيب له رئيس النادي عمر حمدان. تفضل. يقال ان لكل انسان من نسبه نصيب. اليوم انا طيب حسين وما ادراك ما حسين سيد شباب اهل الجنه صلى الله عليه وسلم. هذان ابناي وابن ابنتين، احبهما اللهم فاشهد اني احبهما واحب من يحبهما. من يحبهم المقيم العام، الاعضاء الكرام والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. دور اليوم المقيم ان محور اليوم يتكون من ثلاثه محاور. المحور الاول سوف اقيم نقاط الفوضى في الصحيح. المحور الثاني نقاط التي تحتاج الى التطبيق. والنقطه الثالثه سر صاحب رؤوس اموال والحلم الكبير اللي نسعى له هو الحلم الكبير بخليك تخطط. يعني احنا هو دعانا ان احنا نحلم حلم كبير مش حلم صغير، ونجذب هذا الحلم ونمشي على خطوات ثانيه. اخذنا بجوله قصيره جميله على مشوار حياته. فعلا هو مخرج احسن تسلسل القصه واحسن الاخراج. بلش انه هو كان طفل صغير شاف شاشه سينما، ركز مو على الاشخاص، مو على القصه، على الصوره وكيف تصنع الصوره. نقاط تحتاج الى تطوير اخر شيء. اولا حركه المسرح. طبعا من هون لهون هو حد منصتك. فيك تقدم خطوتين وفيك ترجع خطوتين. فيك تروح اربع خطوات لليمين وفيك تروح اربع خطوات لليسار. فكانت في حركة شوي زايدة انه ارجو نهتم فيها. اثنين النفس تطور كبير جدا لكن بده شوي يعني وصلت لمدة 80% محتاج بس يروح الكرش يصير زين خلص. حاضرين نوعا ما كان في صوت في السرعة. اي صح. يعني الافضل ان احنا نحكي بسرعة. ما هو وقت نسوي كل التوفيق. نصيحتي لك استاذي ومخرجي العزيز. شكرا. ويعطيك ألف عافية ونحن نتعلم من سيد حسين شو الشجاعة والأقدام أنه ما في أمور يوقف. صح. ختامها مسك مع سيداتنا وجميلات النادي. نبدأ بمثلث ميس. الله يكون معنا. المقيم السيد محمد دشري. والله كنا نسمعك الموجودة هاي. سادة حضور. سبحان من جعل الابتسامة صدقة بمجتمع العربي بس لا تفهم لي رب. أنت ابتسمتي شو ممكن تفضل؟ أول شيء طبعاً أنا راح أقيم ثلاث نقاط. طبعا اقيمك لخطوتك وليس لشخصك. مدرسة الحياة علمتك انك تعترفي باخطائك اللي اعترفتي فيها، وبالفعل اصبحت لنا مدرسة لان احنا نعترف بما عندنا من اخطاء قدام الناس عشان نقدر نطورها. هذه واحدة من نقاط القوة اللي كانت موجودة عندك. طبعا نقاط القوة لغة الجسد ما شاء الله، يعني شفت حركات رائعة. يمكن أنا قدرت كتب كثيرة لكن ما أعرف أطبقها، لكن شفت فيها قواعد كثيرة عندك. نقاط تحتاج لتطوير للأسف ما لقيت إلا واحدة، كنت أتمنى ألقى أكثر. توزيع النقاط كانت وايد قليلة، يمكن نفس الخطأ اللي أنا وقعت فيه صراحة، فعشان جري أنا عارف أن هذا خطأ. هذا خطأ بسيط موجود عندك. يخلي الرسالة من القلب.
اعترفي باخطائك اكثر واكثر. الاعتراف بالاخطاء يخليك تتطور، يخلينا كلنا نتطور. فاذا في رساله اقدمها لنفسي قبل اقدمها لك وللحضور، انك انت تعترفي باخطائك في كل مره تخطئي فيها. طبعا ديننا الكريم علمنا هذه الخصال، لكن ما قاعد نطبقها للاسف في دنيانا ولا في خطبنا ولا في علاقاتنا. لكن اليوم انت كنتي مدرسه علمتينا يعني شنو مدرسه الحياه. شغال الظالم، وتكملة الجملة كانت جدا خيالية وكانت جدا معبرة جدا، يعني
كان في منافسة شديدة صح، منافسة شديدة جدا يعني. كان في البداية أستاذ رائد كان فائز صراحة يعني من دون نشر، لكن للأسف للأسف الأستاذ محمد بس هو اللي فاز والله نشر. بس سؤال سؤال، كم مرة كم مرة على المدرسة كم مرة؟ خمس مرات. تمام. أربع مرات. اسماء بدكم تختاروا منها تكتبوا اسم واحد المقصود.
لا تكن نسخة عن أحد، واختفي أثر بطلك مثلث ما يسمى
يعني صحيح احنا تاخرنا بالخطباء بس كانوا كل واحد انفع من الثاني والطيبين ما عليهم ابدا زول. هيك بكون انا خلصت هلا فتره تقييمي. بحب اشكركم وسلم المنصه لرئيس النادي. حصول النادي على النقاط اللي حضروا سبع اعضاء الاعضاء الجنة احنا لهلا سته ما تمينا السابع لانه تسليم دورين لا تسليم الملوحي عكير هي الاعضاء هي تحت منطقتي انا. في شغله انه احنا النادي كان بعدنا ما سجل لحتى اخذ النقطه. احنا كان لغايه ما عمل الكود الاربع نوادي الرسميه اللي تحت منطقتي 18 غير نادينا احنا هيدا التميز ما شاء الله 7 من 7 حضر. اوكي بس احنا لانه كان اجى التسجيل رقم التسماسري بعد الكود عشان هيك ما دخلونا من ضمن ال فان شاء الله بالاجتماع الثاني ان شاء الله بالشتوي انا بتمنى مو بس الاعضاء الهيئه الاداريه حتى الاعضاء الثانيين مثل ما في بكره ان شاء الله ترتيب انه يكون في اجتماع خارجي عشان نحضر الورشه ومع ان هي ورشه لنائب العلاقات العامه وحابين انه يكون انه لا الاعضاء كلهم متواجدين واللي بيقدر انه يحضرها عشان نشوفها مع بعض. هذه نقطه كمان تشكر لك انه رائد المستوى اللي احنا واصلين لهلا لإله الصراحه يعني كثير جميل. باجتماعنا الثاني اللي حابة اضيفه ثاني مره احنا ما شاء الله اليوم كنا متميزين بوجود رؤساء انديه ومدراء مناطق. بحب اتشكر الضيوف اللي شرفونا اليوم وزادوا التألق لنادينا وهذا يعني كلكم على راس العين على ضيوفنا كلكم على راس العين والله. بس اولنا اول اجتماع خاصه الاجتماع الثاني بيكون فيه متواجد رئيس نادي كلمه السيد ابو السلطان يوسف الحربي رئيس نادي توست ماستر سراي السيد محمد الحمادي رئيس نادي توست ماستر انجاز مروه عصام وعندنا هون رئيس نادي تميز. فاحنا ما شاء الله كان عندنا اربع رؤساء اثنين اناث واثنين رجال فما شاء الله. عندنا حضور مدير منطقه 30 منطقه 30 بالقسم جيل ما شاء الله. امنا لنهنا بحب انه تشكرنا على حضورنا. بنتقل هلا بالمايك لرئيس النادي عشان ياخذ الفيدباك من الضيوف قبل الحضور. ان شاء الله عندنا فند مسيح خلي بس التعليم خلينا نختم الجو الهنائي. ان شاء الله بقول لكم ان شاء الله بكون انا معكم منذ اليوم. اجتماع كثير بتشكر مدير المنطقه 30 انا مهنا بوعلي فعلا انبسطت كثير انك انت كنت ورئيس النادي محمد الحمادي بس للاسف طلعوا اي لا طلعوا شغل رئيس النادي كمان كريم ابو سلطان يوسف رئيس نادي انجاز يعني تبعتوا فيه مروه عصام ما شاء الله يعني ثاني اجتماع واول اجتماع لي وكنت مستحقه ما في احد برضه بس في حاجه قريت نقطه يعني للامانه اول اجتماع بس عارفكم واصل وانتم يعني على غلط كويتي متنازلين على الارض يعني انتم عايشين هنا اي ترى يعني احنا يعني انتم تعرفوا لنا للامانه يعني احنا جايين نزور اخواننا احنا يعني انتم عايزين اصلا لما دخلتي بيتك يعني اكيد ويعني السمعه واصله حقيقه انه غير اي مجامله بعيد عن اي منصب انا حاطه ابراهيم بس لانه ما طلع شيء موافقين على هذا الخطوه نادي أو ما يمكن أنا يمكن أنا ما أعرف الحظ إن أنا أقدر أسمع من بدايته لكن الفترة اللي أنا قاعد فيها سمعت الخطبة المغنيين بس هنا خطبة أولها من دخلت محمد ليش أنت نسخة من محمد أخوي كل محمدات كل محمدات ما شدني سواء خطيب او مقيم او حتى الادوار هذا بنت ما ادري شو اسمها هاي صدعه اللي لابسه لمستي ما شاء الله المره الجايه كلكم بنفسجي تمام
اسم على مسمى. انا كان مثلا مجاملة اسم على مسمى تميز وموفقين ان شاء الله. شكرا من هذه الاعلى ان شاء الله بتميز دائما وابدا. اجتماع على شيء، احنا اجتماعات تكون ثاني
وجدنا الأعضاء. طبعاً اليوم كان في دورة كوتشنج لازم نعطيها عشان تحقيق الأهداف والنجاح، وأنه عشان الكتاب اللي أنا عطيته، بس للأسف الشديد أنه اجتماع التسماسك هو الأهم، فإحنا ما رغيناها، أجلناها. من أفضل حضور الضيوف اللي سجل أسماءهم رح يجي يحضروها مجاناً، حتى لو ما كان أعضاء، هي مقدمة بس لأعضاء التسماسك، بس رح تتقدم كمان للضيوف عشان عنيت وجيتكم وقعدتكم حتى تسجل أسماءهم بالكشف، عشان هيك إنه فإذا في حدا ما سجل اسمه بكشف الحضور تعطى الضيوف اليوم يسجل اسمه رقم تليفون عشان نعرف الدعوة إن شاء الله رح تكون بشهر 10 نفس الشيء بإذن الله. هلأ خلينا بس نعطي النتائج. أفضل خطيب لخطبة معدة مسبقة مين؟ تصور خلي يقول يا جماعة قبل ما نصور. أبغى كل شرب مكان. راح يشرب جريدة الراي والقبس للنادي جايبة بس من إنستغرام وتويتر وسناب شات وفيسبوك. يعني ما في داعي تعرفوا من آخر السنة. وبعدين ما صورت لا في لا طالما والله كان خلص